في سابقة هي الأولى من نوعها، تستعد الحكومة لإطلاق الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، وذلك في إطار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وخلق آليات جديدة لحماية هذه الفئة من المجتمع والتي تعد من أبرز تحدياتنا الاجتماعية، وفهم ما ينتظرنا وتحدي لنا جميعا. مرحبا. سيتم قريبا إحداث وكالة وطنية لحماية الطفولة للوقاية من العنف في أوساط الشباب، والهدف من إنشاء هذه الوكالة وتنسيق المبادرات، مبادرة مختلف الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفولة وتعزيز نظام الحماية وتطوير خدمات مندمجة ومتسقة على المستوى الوطني. وللحديث في هذا الموضوع أتشرف بحضور السيد محمد طيب بوشيبة، فاعل جمعوي والمنسق الوطني لمنظمة مسقش ولدي. مرحبا، نورتني سيد طيب. مرحبا. كما أتشرف وينضم إلينا السيد عبد الله السوسي، رئيس مؤسسة أمان لحماية الطفولة. مرحبا سيدي. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. مرحبا، نورتني. طيب أبدأ معكم سيد عبد الله، يعني أود في البداية قراءتك لهذه المبادرة والتي تتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة. أولا نحن نتمم كفاعلين حماية الطفولة هذه المبادرة، لأنه حسب معطيات متوفرة لدينا أهم هدف من إحداث هذه الوكالة، وهو تفعيل التنسيق وقوية التنسيق بين قطاعات المتصلة بحماية الطفولة. فنعرف جميعا أن من أهم أكبر الإشكالات المتوفرة الحالية المرتبطة بحماية الطفولة هو عدم التنسيق وتداخل بعض الاختصاصات بين القطاعات المرتبطة بحماية الطفولة، مما يجعل فعالية البرامج وتنزيلها على المستوى الترابي يؤثر هذا عدم التنسيق بشكل كبير. إذا نتمم هذه الوكالة في انتظار التعرف على باقي تفاصيل تنزيلها خصوصا على مستوى الترابي. ما هي اختصاصاتها برأيك؟ ما طبيعة الاختصاصات التي ربما التي ستخص بها هذه الوكالة؟ أستاذ عبد الله هل تسمعني؟ أسمعك الآن. نعم تسمعني. ما طبيعة اختصاصات هذه الوكالة؟ اختصاصات الوكالة هي غير واضحة لحد الآن، لأن المشروع تأسيسها الآن لحد الآن غير معلن عليه بشكل عمومي، لكن أهدافها تم الحديث عليها من جمعة من اللقاءات، والتي الهدف الرئيسي وهو تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية وتقوية الخدمات لفائدة الأطفال خصوصا في مجال الحماية. فنحن نعرف هذا الهدف الأساسي، لكن كما أقول لا توفر لدينا المعطيات الكاملة لمشروع تأسيس لتعرف على أهم اختصاصاتها ومكوناتها كذلك. نعم. طيب أستاذ طيب، يعني في على ضوء يعني حول هذه المبادرة إحداث هذه الوكالة لحماية الطفولة، أتساءل معك كيف هو واقع طفولة اليوم في المغرب، خصوصا مع أعلم أنك يعني تترافع في هذه على هذه الفئة يعني كثيرا فيما يتعلق بظواهر التسول، ظواهر بيع المناديل الورقية. يعني ربما هنا نحن أمام تحدي كبير، والجهات المسؤولة أمام تحدي أكبر على ما أعتقد. هو في بداية يجب أولا أن ننوه بكل ما تحقق في مجال الطفولة، على اعتبار بأن هناك الكثير مما أنجز في السنوات الأخيرة. هناك مبادرات حقيقة محترمة جدا في مجال الطفولة، إلا أنها لا ترقى إلى احتواء كل أطفال المغرب، على اعتبار أن هناك أطفال لا زالوا خارج المنظومة التربوية، لا يستفيدون ولا مقاعد لهم في المدرسة، هناك أطفال يعيشون في وضعية الشارع، هناك أطفال يعيشون الهشاشة، وهناك أطفال يعيشون التشرذم، وكذلك الحال ينطبق حتى على المؤسسات التي تهتم بالطفولة في المغرب. هذه المؤسسات كل وزارة وزارة إلا وعندها قسم قليل من المسؤولية، ولا نجد مؤسسة تحتوي أو مسؤولة مباشرة على الطفولة في المغرب، الشيء الذي يجعل أن موضوع الطفولة يبقى يؤجل كل سنة، ويبقى يؤجل في كل مشروع ديال الوزارة معينة. الآن الوزيرة محترمة في الدقيقة الأخيرة
قدمت هذا المشروع مشكورة جدا طبعا الأستاذة حيار، وكنتمنوا لها يعني النجاح فيما هو قادم، وكذلك نبارك طبعا للتعيينات الجديدة سواء لأستاذنا نعيمة بن يحيى أو كاتب الدولة السي عبد الجبار الراشدي اللي يهتم بما يسمى بالإدماج الاجتماعي، وهذا مهم جدا. ربما الشخصين مهمين اللي يمكن أنهم يقودوا هذه المسيرة، وأتمنى أنهم يتبنوا هذا الطرح الأخير ديال الوزيرة باش تكون ما يسمى بالاستمرارية في المرفق العمومي، ما تكونش القطيعة. لماذا؟ لأننا نحتاج احتياج كبير أن تكون هناك مؤسسة أو آلية لكي اللجوء إليها تراقب تتبع المشاريع باش ما يبقاش هذا التشرذم على الخريطة الوطنية لاحتواء الطفولة. نعم. طيب سيد عبد الله السوسي، لو حاولنا أن نستعرض معك أهم إنجازات حماية الطفولة كمجتمع مدني يترافع من أجل حقوق الطفل، وأيضا علاقته بخلق مستقبلا الوكالة الوطنية لحماية الطفولة. نعم، للحديث على الموضوع أهم نقطة نشتغل عليها منذ سنوات في المغرب، سواء كفاعلين جمعويين او كمؤسسات كقطاعات حكوميه، وهو تنزيل التراث من السياسه العموميه المدمجه لحمايه الطفوله. لان لدينا ترسانه قويه قانونيه، انا نظن انها يجب كذلك ان تقوى. لدينا بعض الخدمات، لدينا بعض البرامج المهمه، لكن الاشكال الكبير هو تنزيل هذه البرامج على المستوى الترابي. ما هي الخدمات التي تصل بشكل مباشر للأطفال، وهل تصل إلى جميع فئات الأطفال؟ على مستوى السياسة العمومية، وضعنا السياسة العمومية المدمجة لحماية الطفولة، وضعنا محورا خاصا نسميناه بتنزيل الأجهزة المدمجة لحماية الطفولة. لكن منذ سنة 2015 إلى اليوم ما زال هذا التنزيل يعرف تعثرا كبيرا، مما يؤثر على لإجابة لحاجيات الأطفال على المستوى الترابي. نعم. طيب أستاذ طيب، لإنجاح عمل الوكالة أتساءل معك، ما هي الأجهزة الممكن أو المتاحة اليوم للاشتغال من خلالها في إطار البروتوكول بروتوكول الترابي لحماية الطفولة؟ ربما في هذا الإطار هذا، ما هي هذه الأجهزة، ما هي الآليات الممكنة والمتاحة اليوم لعملية الاشتغال اللي كتصور ديالك؟ نعم. هي المفروض ما يجب أن يكون هو أن هذه الوكالة أن تحتوي كل المبادرات وكل السياسات العمومية المتجهة أو التي تهتم بمجال الطفولة، سواء كانت يعني أن تجمع أن تكون وكالة جامعة لكل المبادرات وكل هذه السياسات العمومية المندمجة لحماية الطفولة، وكذلك أنها تحاول تكون كما كنقولوا النافذة الوحيدة أو البوابة الوحيدة اللي يمكن أننا نلجأ لكل من أراد معلومة أو كل من أراد أن يترافع في هذا المجال أو أن يكاتب جهة معينة مسؤولة. لماذا؟ لأن حين في مجال الطفولة حين نريد أن نشتغل، حين نريد أن نسائل، حين نريد أن نترافع، يجب أن نلجأ إلى كل القطاعات وأن نسائل كل القطاعات، ولا تماماً. أحد وكل يتملص من المسؤولية، ولا أحد له اليد العليا في هذا المجال. إهداء الوكالة، وجود الوكالة هو شيء مهم جدا. طبعا هو المشروع قديم حديث، لأن المشروع كان نادت به أسير وديع الله يرحمها، وكانت تدافع وترافع باش يكون هذا، والحمد لله أنه تم تنزيله. أتمنى ولكن تم تنزيله كمشروع، أتمنى نعم. أن الوزارة الجديدة أن تنزله تنزيلا فعليا لكي يمكن إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأن راكمنا الكثير في مجال حماية الطفولة يجب أن نستدرك. ما زال ما عندناش الوقت الآن، من الآن فصاعدا خصنا يكون الحزم والعزم في مجال حماية الطفولة. تمام. طيب أستاذ عبد الله السوسي، على اعتبار أنها آلية وطنية مهمة لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة، ربما هذا ما تبين من خلال الحوار معكم، كيف سيتم التنسيق مع منظمات المجتمع المدني؟ ما هي الصلاحيات المخولة له وأسطر تحت المجتمع أو منظمات المجتمع المدني؟
لا بد من التذكير ان هناك ان تم وضع منذ سنوات لمجموعه من الاليات للتنسيق، لكنها تبقى غير يعني ليس لها جوده في او فعاليه في هذا المجال، خصوصا ان احنا وضعنا على المستوى الوزاري اللجنه بين الوزاريه لحمايه الطفوله التي يترأسها رئيس الحكومه، وضعنا لجنه تقنيه وطنيه، هناك لجان محليه على مستوى المحاكم، لجان جهويه على مستوى المحاكم ومحليه، هناك كذلك اجهزه مندمجه التي او لجان اقليميه التي يترأسها الساده الولاة والعمال على المستوى الترابي، لكن تبقى كل هذه الاليات هي اليات التي حتى الان غير مفعله ولا تعطي المراد او الهدف من تاسيسها. ذلك نتمنى من هذه الوكاله خصوصا على المستوى الترابي ان تضيف او ان تفعل او ان تاتي باليات ترابيه مهمه. وكما جاءت سؤالكم المجتمع المدني على مستوى حمايه الطفوله يلعب دورا كبيرا، خصوصا انه هو من يسير غالبيه المراكز الاجتماعيه على مستوى الوطني تحت اشراف التعاون الوطني ووزاره التضامن. المجتمع المدني هو الذي يقدم مجموعه من الخدمات، نحن هنا نساعد ونساهم في تقديم خدمات ونترافع من اجل احداث منظومه ترابيه ومنظومه وطنيه فعاله في مجال حمايه الطفوله، ولكن يبقى المجتمع المدني هو فقط مساهم، هذا مسؤوليه الدوله، مسؤوليه الحكومه من اجل توفير انظمه لحمايه الطفوله قويه وتستجيب لجميع فئات الاطفال. لذلك فنحن هنا كمجتمع مدني نساهم في تقديم بعض الخدمات، نساهم في نقوم بترافع خصوصا بايصال صوت الطفل وصوت المجتمع المحلي للحكومه، نقوم كذلك بمواكبه وتحسيس المجتمع المغربي من اجل يعني حقوق الطفل ومن اجل التعرف على مختلف الخدمات العموميه والاستفاده منها وايصال هذه الفئات لهذه الخدمات، فهذا هو دورنا. والمجتمع المدني في المغرب حاليا خصوصا المهتم بالطفوله يقوم بعمل جبار وكبير جدا، ونتمن وندعو جميع الفاعلين المعاونين لمزيد من العطاء والمزيد من الانخراط والمساهمه في هذا المجال. طيب سيد طيب بوشيبة، يعني في ظل الرقمنه والتي اصبحت حاضره بقوه خصوصا يعني في هذا الجيل الحالي وفيما يتعلق بالاطفال، كيف يمكن او كيف سيتم حمايه الاطفال ضد مختلف اشكال ربما العنف الذي يمارس عليهم كالتغرير بهم، ايضا كالاستغلال من خلال شاشات الحواسيب؟ سيد بوشيبة بالنسبة على الضوء ما سيتم إحداثه إن شاء الله نتمنى خيرا في هذا المشروع ولا في هذا الرؤية، هناك ما يسمى بجسر الأسرة، وهو يعني يهتم بالتربية الوالدية بالنسبة للوالدين وتكوين الآباء لمقبلين إما الذين لهم أطفال أو مقبلين على الإنجاب، أن تكون هناك توعية ويكون هناك إحاطة بالنسبة إليهم لكي يتمكنوا من معرفة الخطر الداهم الآتي عبر الشاشة الزرقاء، وحتى وتحذير من الخطر الداهم الآتي من الشاشة السوداء، لأن عندنا الدارك ويب راه خطير جدا، والأطفال كيمكنهم يقتحموه لأن عندهم شغف المعرفة وشغف البحث. هنا إضافة إلى المشاكل التي يمكن أن تعطيها طريق الطفولة في التنشئة الاجتماعية الصحيحة، هذه الآفة الثانية اللي هي الإدمان على الشاشة الزرقاء والإدمان على برامج غير مراقبة، ويمكنها أن تؤدي بالطفل إلى تقويض ما تم بناؤه في شخصيته، ويمكن أن يؤدي بها إلى الانحراف أو إلى الإدمان على هذه الشاشة ويصاب بأمراض كثيرة. هذا يعني جانب ولكن نفسي. هذا جانب ولكن كاين جانب أخطر سي طيب، هو استغلال أو التغرير بالأطفال أو ربما استقطابهم في منظمات إرهابية مثلا. أكيد ربما كان الاستغلال للطفل حتى كيخرج من الشارع عادي يمكن له أنه يتصادف بالمخاطر، الآن يصادف المخاطر في قعره في دار في داره وفي غرفته وفي أمام داخل بيته وأمام أبويه، على اعتبار أنهم لا يمكن أن يراقبوا بشكل مستمر ما يفعله الطفل مع من يتحاور. فالغريب أن الكثير من الذين يستغلون الأطفال ويستدرجون الأطفال عبر وسائل التواصل هم ينتحلوا صفة أطفال،
ويربطون علاقات مع الطفل وتتوطد العلاقة، ثم يظهر حتى الآخر المطاف يظهر الشخص على حقيقته أنه بيدوفيل أو أنه مستغل الأطفال. وحنا هنا نفتح واحد الباب، ولاحظوا أن واحد مسألة أساسية، أن الكثير من الأطفال خاصة الأطفال الأفارقة اللي كيتسولوا بهم الأمهات ديالهم في الشارع أنهم لا يكبرون. هاد الأطفال عمرهم ما كيكونوا، 2013 من مبادرة جلالة الملك أنه احتضانهم وتسوية وضعيتهم يأتون إلى المغرب. طبعا في اتفاقيات دولية لا يمكن أن تأتي امرأة حامل أو معها طفل أن ترجعها إلى من أين أتت، وهناك منظمات خارجية التي تتبع هؤلاء وتيسر لهم العبور إلى الضفة الأخرى، ولكن يتركون أطفالهم في المغرب. هاد الأطفال لا يكبرون، لماذا؟ سنطرحوا عليهم استفهام كبيرة، لأنهم يصدرون بطريقة غير قانونية إلى إفريقيا لإعادة البيع فيهم، تجار في الأطفال. هنا يجب أن ننتبه لهذه النقاط، لأن هادو أطفال لما يدخل الطفل التراب الوطني يصبح المسؤولية ديال الدولة له. المجتمع المدني كما قال الأستاذ الجليل هو فعلا يترافع، فعلا يقوم بدور كبير. ونذكر هنايا المرصد الوطني لحماية الطفولة اللي كترأسه لاله مريم، أولى جمعية أمان، وأنا كنعرف صديقي العزيز ماذا يقوم به من جهود، أو مطقش ولدي أو غيره من المؤسسات، واعتذر لما كنت ذكرت كل شيء، أن هذه الجمعيات تستغرب، ولكن لا يجب أن تقوم مقام الدولة. الدولة يجب أن تتحمل المسؤولية. المجتمع المدني يترافع، يساعد، يشير إلى مكامن الخطر، ولكن على الدولة أن تقوم بمسؤوليتها. طيب سيد عبد الله، المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال حماية الطفولة، كيف ترى الطريق في المقبل من السنوات فيما يخص آلية الوقاية والرصد تحديدا؟ نعم، لا بد أن الملف أو المحاور التي يجب الاشتغال عليها هي بالنسبة لنا خارطة الطريق واضحة، ويجب التركيز عليها سواء على مستوى القطاع الحكومي أو على مستوى المجتمع المدني. فنحن أولا لدينا أمور مرتبطة بالإطار القانوني، هناك بعض القوانين التي يجب إحدادها، كمثلا قانون مدونة حماية الطفولة، مثلا مدونة الطفل لتجميع جميع القوانين المرتبطة بالطفل، قانون أسر الاستقبال. هناك مجموعة من القوانين التي يجب يعني تقويتها وإضافتها لهذه الترسانية الموجودة لدينا على المستوى الوطني. النقطة الثانية المرتبطة كذلك بالعمل الترابي، يعني التنسيق في المستوى الترابي لضمان توصيل الخدمات الأساسية لحماية الطفولة للأطفال بشكل مباشر. فجل القوانين أو السياسات العمومية، لأنه ما كانش عندنا واحد منظومة ترابية قوية واضحة، يعني يعرف كل فاعل مدى يعني الدور دياله، حدود اختصاصه وحدود كذلك مسؤوليته، فلا يمكن أن نوفر للطفل مسارا لحماية الطفولة واضح وآمن وصديق له. النقطة الثالثة هي مرتبطة بالمعايير الاجتماعية التي يجب الاشتغال عليها. ما زال لدينا تمثلات للمجتمع المغربي على حقوق الطفل، على أمور كذلك على المقاربة الحقوقية، يعني لا بد من الاشتغال على مستوى التأسيس والبرامج الإعلامية والبرامج التعليمية من أجل تقوية المقاربة الحقوقية وتطوير نظرة المواطن المغربي للطفل ولحقوق الطفل. النقطة الأخرى التي يجب تقويتها هي الخدمات. لابد من تقوية الخدمات، لأن احنا اليوم عندنا مثلا، أعطيك مثال بسيط جدا، نرتكز في قراراتنا للأطفال المتخلى عنهم أو المهملون أو الأطفال في وضع صعبة في إيداع في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وهذا التدبير لإيداع الطفل داخل مؤسسة على المستوى الدولي تبين بأنه تدبير لا يجب التركيز عليه. أنا اليوم كنشوف أن جل الأطفال اللي كيوصلوا لنا حاكم، يعني قضاة الأحداث الحل الوحيد الذي لديهم هو إيداعه في مؤسسة الرعاية الاجتماعية. نحن هنا ننادي لإيجاد خدمات أخرى التي تضمن العيش ديال الطفل في وسط طبيعي اللي هو وسط الأسرة، مثل الكفالة، تقوية الكفالة، قانون الأسر الاستقبال، تقوية الأسر على الشهود عليها للاحتفاظ بالأطفال ديالو. هذا ما يجب الاشتغال عليه في السنوات المقبلة. ممتاز. طيب سيد طيب، عطفا على ما تفضل به الأستاذ عبد الله السوسي، تصوراتك بخصوص البرامج المزمع تنزيلها، مزمع تطبيقها، والتي تستجيب لاحتياجات الأطفال في مختلف فئاتهم، سواء كانت العمرية أو الخلفية الاجتماعية والاقتصادية. طبعا للاهتمام بالطفل يجب ان نهتم بالاسره اولا، تماما، او ان تكون هناك اليات حاضنه
بديلة على الأسرة، إما الأسرة البديلة وإما مؤسسات الدولة اللي كترعى وتقوم بالرعاية، ولكن لا نقطع مع ما مضى مع ما يحدث داخل المؤسسات التي رعاية الطفولة. يجب أن ننظر بنظرة أخرى. الآن المغرب الحمد لله وقع البروتوكولات والاتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق الطفل، لم يبرأ أي يبرح أي اتفاقية أو بروتوكول، وقع على الجميع. إذا هذا مهم جدا، هذا يحسب إذن لنا، يحسب لنا يحسب طبعا لنا. والمغرب الآن هو يعني يتحمل مسؤولية ديال حقوق الإنسان على مستوى المنظمة الدولي. إذا بقي لنا أن نعيد ترتيب الأولويات بالنسبة للطفولة، ويجب أن نعمل بجدية، لأن الطفل الاستثمار في الطفولة هو أقرب طريق لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك أن الطفل هو المستقبل. ويجب أن نقطع أيضا مع التركيز على المدن، لأن هناك أطفال بوادي لا ننتبه إليهم، الأطفال المبعدين، الأطفال اللي كيعيشوا مع الرحال إلى غير ذلك من فئات كثيرة من الطفلة كتعيش الهشاشة. والهشاشة المستدامة يجب أن نقطع مع هذه المرحلة. جيد أستاذ عبد الله سوسي، ما هي التحديات المطروحة من طرفكم للمساهمة في تحقيق الأوراش المهيكلة التي أطلقتها المملكة المغربية؟ نحن يعني كمجتمع مدني نشتغل جنب مع القطاعات الحكومية، والتحديات التي نواجهها نفس التحديات المرتبطة بالقطاعات الحكومية كذلك. فأول تحدي هو هذا موضوع الطفولة، هو موضوع اللي هو يتدخل فيه مجموعة من الأطراف، والجلوس إلى طاولة للتنسيق ولتوحيد البرامج ولتكاملها، هذا من أكبر التحديات التي، لأن كل طرف أو لكل قطاع لديه اختصاصات ديالو، لديه أولوياته، وبالتالي وتجد الطفولة هو ملف من الملفات المرتبطة بالاختصاصات ديالو. لذلك نتمنى من هذه الوكالة أن الإحداث ديال هذه الوكالة أن تحقق وأن تقوم أن تكون آلية قوية لتنسيق هذا العمل ولتنسيق المبادرات والخدمات والمسار بين جميع القطاعات والفاعلين، سواء على المستوى الوطني وعلى المستوى الترابي. التحدي الثاني الذي هو مرتبط بالمجتمع المغربي، وهو مدى يعني وعيه، مدى تحسيسه لموضوع الطفولة وموضوع حقوق الطفل. فهذا اشتغال كذلك الذي يجب العمل عليه بكثرة، وتكثير تكثيف البرامج من أجل رفع مستوى وعي المجتمع المغربي من مرتبط بحقوق الطفل. النقطة الأخرى، التحدي الآخر المرتبط بهذا الرقمنة. نحن الرقمنة الآن تحدثتم عليها سابقا هو موضوع جد شائك حاليا على مستوى مؤسسة أمان لحماية الطفولة. في هذه السنوات الأخيرة نتلقى أكثر من التبليغات من المرتبطة بالممارسات المشينة التي تمارس على الأطفال على مستوى السمارت فون، يعني التليفونات، وكذلك على الانترنت. فهذه المعضله كذلك من المعضلات التي يجب يعني الانتباه اليها والعمل وتقويه عمليه الرصد والتقويه وتبليغ، وكذلك بين الخدمات. فحتى الان اعرف ان هناك بعض المبادرات الجمعويه في هذا المجال، لكن حتى الان على مستوى القطاعات الحكوميه مازال ما عندناش واحد البرنامج اللي هو قوي، اللي هو كذلك متدخل فيه جميع القطاعات كالتعليم، وزارة التضامن، وزارة العدل، رئاسة النيابة العامة، لكي يكون برنامجا متكاملا ومستقل في هذا المجال، هو فعال من أجل حماية الأطفال من هذه الممارسات المشينة المرتبطة بالإنترنت والعالم الافتراضي. طيب يبدو في دقيقة متبقية من عمر البرنامج، سيد طيب بوشيبا، كيف ترى مستقبل الطفل المغربي؟ يعني على ضوء ما حققناه من إنجازات ومن أشواط قطعناها، كلها أشواط مضيئة صراحة. طبعاً. ما حقيقة أن ما حققناه هو شيء كثير مقارنة مع دول أخرى ربما تفوقنا على المستوى المادي والإمكانيات، ولكن ما تحققه هو تحدي حقيقي بالنسبة للمغرب، وهذا التحدي يجب أن يضاف إليه مجهودات أخرى يعني جمع أو البحث على النقط السوداء
بالنسبة لمجال الطفولة في المغرب ومحاولة تجاوزها. شكرا جزيلا لك سيد محمد طيب بوشيبة، فاعل جمعوي والمنسق الوطني لمنظمة متقش ولدي. شكرا جزيلا، نورتني. مرحبا. كل امتنان لكم السيد عبد الله السوسي، رئيس مؤسسة أمان لحماية الطفولة. شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. شكرا. الشكر أيضا لفريق العمل. شكرا لكم مشاهدين على كرم المتابعة، ويبقى الرجاء دائما في لقائكم غدا وتحدي جديد مع كامل